عندك بعدا كاين البطاطا دايره واحد الثمن خيالي. البارح بطاطا 8 درهم ونص جمله، اليوم شحال صبحت بطاطا 10 درهم جمله، حنا دايرين لها هنايا دابا 10 درهم بطاطا. البصله 18 درهم جمله دايره 15 درهم 16 درهم ونص. الفلفله هذيك بلا ما تدوي عليها، هذيك الحمراء والصفراء وهذيك الاخرى سميتو 30 درهم 25 درهم. مطيشه 13 درهم، خيزو 8 درهم. شنقول لك، عندك الحامض اللي رخيص شويه بحال الخيار بحال لي شو بحال البسباس، ما شنقول لك الثمن كله. الليمون 10 درهم، الفريز 15 درهم، البانان 12 درهم. الدرويش كاع ما يبقى يحط يده في السلعه كاع. الكليان مشى جيتي تقول ليه الثمن تيتصدم، تيضطر مسكين ياخذ، لا ياخذ كيلو ولا كيلونس، والله الا مسكين تيدي نص كيلو وحق الله. بحال البارح دابا جوج خيز زواج بطيطا خياره، بنادم غادي على قد الحال، على خاصو يقضي كاملتو اليوم وصافي. هذا اللي بغى يدير العصير مسكين اش غادي يدير بهذا العصير هذا؟ الله ولا عنده الوليدات والله يقادها وصافي. الوضعيه اللي كنعيشوا فيها يعني صعيبه بزاف 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 بزاف، يعني الخضره واحد الثمن واصله ليه، يعني البنادم اللي على قد الحال ما يقدش يعيش، ما يقدرش يعني ياخذ غير كيلو بطاطا ولا كيلو بصله ولا كيلو مطيشه، صعيب الحال صعيب الحال. ولينا كناخذوا داك الشيء غب على قد الحال اللي نطيبوا في النهار. حشومه واش بطاطا ب 12 درهم 12 درهم حتى هي 15 درهم، يعني كل واحد باش كيبيع راه خصهم يلقاو لينا شي حل. هاد الشيء راه بزاف 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 الغلا بزاف اخويا. ولا اله الا الله محمد رسول الله. وانايا كنعطي رسالتي لصاحب الجلاله، راه هو الوحيد اللي غادي يحس بينا وغيعرف هاد الشيء اللي كيعيشوا هاد الشعب. راه حنا مدمرين